بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أخدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى، ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما بعد، عباد الله، ما زلنا في ثمرات الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان. فمن ثمرات هذه الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان، أن الإيمان هو ملاذ المؤمنين وهو معاذ المؤمنين. إذا خوفوا بغير الله عز وجل لجأوا إلى الإيمان، وإذا أتتهم نعمة لجأوا إلى الإيمان، وإذا أتاهم بلاء لجأوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا معصية لجأوا إلى الإيمان. إذا خوفوا بغير الله عز وجل لجأوا إلى الإيمان، كما أخبر الله عز وجل عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فشأن الإيمان الصادق يا عباد الله، إذا خوف المؤمن بغير الله يزداد إيمانا بالله عز وجل، وثقة بالله عز وجل، وتوكلا على الله عز وجل، بخلاف المنافقين الذين يخافون من لا شيء، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالإيمان هو ملاذ المؤمنين. إذا خوفوا بغير الله، إذا أتاهم بلاء لجأوا إلى الإيمان، أي إلى الصبر والاحتساب عند الله عز وجل، والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. وإذا أتتهم نعمة لجأوا إلى الإيمان، أي أنهم يعرفون النعمة ويعرفون المنعم بهذه النعمة، لا يقولون كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فينسبون الفضل إلى أنفسهم، بل يعلمون أن الله عز وجل هو المنعم بالنعم كلها، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا أتتهم نعمة لجأوا إلى الإيمان، فشكروا الله عز وجل باللسان والقلب والجوارح، وإذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان، لجأوا إلى الإيمان يعلمون أن الله عز وجل هو الذي وفقهم إليها، وهو الذي أعانهم عليها. وإذا لم يكن من الله عون للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا معصية لجأوا إلى الإيمان، أي إلى التوبة والاستغفار، وإلى الإكثار من الحسنات الماحية. فالإيمان هو ملاذ المؤمنين وهو معاذ المؤمنين. وما زالت لنا لقاءات في ثمرات الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.